هذا وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها أمام الناخبين الساعة 8 من صباح اليوم لاختيار مرشحيهم في الدور الثاني للانتخابات النيابية والبلدية في مختلف مناطق محافظات مملكة البحرين. وقد كان إقبال الناخبين كثيفا مع بدء عملية الاقتراع في جميع محافظات المملكة في الدور الثاني للانتخابات النيابية والبلدية 2018، وكانت نسبة المشاركة في الدور الأول من الانتخابات النيابية قد بلغت 67%، فيما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية 70%. وتشهد جولة الإعادة منافسة محمومة على مقاعد المجالس التمثيلية والتي يعاد الانتخاب عليها للفوز ب 31 مقعدا نيابيا متبقيا من بين 40 مقعدا و 23 مقعدا بلديا متبقيا من بين 30 مقعدا، إذ لم تحسم الجولة الأولى يوم 24 من نوفمبر سوى 9 مقاعد نيابية و7 بلدية فقط.